بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب، أسعدني أن أقدم لكم شرحا مبسطا للبراكتيكال أناتومي، مع تمنياتي لكم بالتوفيق. دكتور محمد الفقي، أستاذ مساعد علم التشريح والأجنة بكلية الطب جامعة المنوفية. لو جينا شفنا مع بعض البرين، البرين متحوط بالمننجيز. المننجيز اللي هي عبارة عن الديورا ماتر والأراكنويد ماتر والبايا ماتر. الديورا ماتر زي ما احنا شايفين مغطية البرين، ولو جينا شفنا الديورا ماتر فتحناها من النص هنا كده، أو فتحنا الديورا ماتر محوطة البرين، بنلاقي الديورا ماتر نازل منها فولد، نازل في النص هنا كده بالتون تو سريبرال هيمسفير، فولد اللي نازل في النص هنا اللي هنسميه فاليكس سريبراي. الفاليكس سريبراي عباره عن فولد من الديورا ماتر بتون تو سريبرال هيمسفير. لو رجعنا مع الديورا ماتر باكورد هنلاقي الديورا ماتر في فولد ماشي بالعرض اسمه تنترم سيربلاي. نبص كده بسرعة على البرين. البرين عبارة عن تو سيربرال هيمسفير وتو سيربلر هيمسفير. التو سيربرال هيمسفير في ما بينهم فشر في النص بيفصل التو سيربرال هيمسفير اللي كان داخل فيه الفالكس سيربراي. ما بين السيربرال هيمسفير سيربرم والسيربيلم كان الفولد اللي ماشي بالعرض اللي هو التونتوريوم سيربيلاي، اسمه بين السيربرم والسيربيلم. واحنا عندنا البرين عباره عن تو سيربرال هيمسفير والسيربيلم والبرين ستيم. البرين ستيم مدلة اوبلونجاتا والبونز معطيه الميد برين. نبدا نشوف الاجزاء التفصيليه في البراكتيكال نيورو اناتومي في السريبرم والسريبيلم والبرين ستيم. لو جينا فتحنا قطعنا البرين عملنا ساجيتال سيكشن بالمنظر ده، ساجيتال سيكشن قسمنا كده. هنيجي نشوف ادي السريبرم، سريبرم سريبرال هيمسفير. هنلاقي السريبرال هيمسفير ليه لاترال سيرفيس وميديال سيرفيس وانفيرور سيرفيس. اللاترال سيرفيس وميديال سيرفيس وانفيرور سيرفيس. هنيجي نشوف مع بعض اول ما نمسك سريبرال هيمسفير في ايدينا مطلوب مننا نحطه في الاناتوميكال بوزيشن ايه انتيريور وايه بوستيريور ايه ميديال ايه لاترال. احنا عندنا السريبرم الانتيريور ليه فرنتال بول بيبقى راوندد، وتحتيه تمبرال بول بفرنتال وتمبرال بول انتيريور. لو رجينا بصينا اوكسيبيتال بول اللي جاي بوينتد جاي على رفيع كده واحنا راجعين باكورد بوستيريور. وفي هنا قبل اوكسيبيتال بول في نوتش صغير مسميه بري اوكسيبيتال نوتش. يبقى هنا كده انتيريور وكده بوستيريور. وفي طرق تانية بنعرف الانتيريور والبوستيريور. لو بصينا على البرين من ناحية الانفيرو سيرفيس بنقسم الانفيرو سيرفيس بتاع البرين لاوربيتال بارت وتونتيريال بارت. اوربيتال بارت الجزء الصغير والتونتوريال بارت الجزء الكبير. اوربيتال وتونتوريال هما في النهايه هنحط البرين في الاناتوميكال بوزيشن كده انتيريور كده بوستيريور كده. لاترال سيرفيس اللي هو كونفكس او سوبرو لاترال سيرفيس، والميديال سيرفيس اللي فيه الكوربس كالوزم باجزائه زي ما هنشوف دلوقتي ان ديتيلز. هنمسك اللاترال سيرفيس بتاع البرين. في اللاترال سيرفيس احنا عندنا